الخبر الأخير للمشاهدين، يقدم مصفف شعر في قطاع غزة خدمة التصفيف وفرد الشعر لزبائنه، لكن بطريقة لا تخلو من الإثارة. الحلاق رمضان عدوان يرش سائلا قابلا للاشتعال على شعر الزبون، ثم يقوم بإشعال النار وتصفيف الشعر وقصه وفرده تحت التسخين. يعني نتابع معكم هذه المغامرة لقص الشعر، نشوف معكم هذا التقرير. تصفيف الشعر بعد الحلاقة فن تميز به بعض مصففي الشعر، واصبحوا مبدعين في تناوله مع زبائنهم. مصفف شعر في غزة يستخدم في عملية حلاقة الشعر وتصفيفه وفرده طريقة جديدة، ولكن بطريقة التسخين. الفكرة كانت فكرة بسيطة جدا، بسيطة جدا، ولكن خطرة نوعا ما. إذا ما كنتش بتعملها عن خبرة أو عن قوة في شغلك، فهذه الأمور بدها حمايات للشعر، بدك تضطر انك تحط اكثر من نوع حمايه للشعر، انك تحمي جلده الراس والشعره من 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 بدايتها لعند اطرافها من فوق، مع الحمايه اللي هو للاشياء اللي باينه للنار. رمضان عدوان فلسطيني الجنسيه، يبلغ من العمر 37 عاما، يملك صالونا في غزه يقوم بتصفيف الشعر بعد حلاقته، وذلك برش سائل قابل للاشتعال على شعر الزبون، ثم يقوم بالإشعال وتصفيف الشعر وقصه تحت التسخين، فيما يستعد زبائنه للإثارة التي ترافق عملية الحلاقة. ما جاي على الصالون أحلق شعري وأجرب الفكرة الجديدة اللي الأستاذ رمضان عملها، فكرة جيدة جدا. حسب ما خبرتنا وبحثنا عن النت، طبعا شفنا الطريقة هذه بتصفف الشعر، بتهذبه، بترتبه، بتقصص الشعر اللي ملوش لازمة. صحي خطرة بس ما حسش بالخطر أثناء ما بفرد شعري. عادة لا يكون هناك ثمن للظهور بمظهر جميل، لكن عدوان يوضح أنه يجعل أسعاره مناسبة لزبائنه في غزة. فندية شعري يعني هبات غريبة عجيبة يعني. لا لا كمان. يعني أنا عارف إن أشوف مثلا الحريم يحطون شغلات بشعورهم عشان يسوون كذي ملفلف ويسوون سيدة، لا 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 بس نار. شو قاعد أطبخ؟ قاعد تسوي كنافة؟ لا كان أساسا الشكل يخرب. يعني إحنا ننصح فعلا المشاهدين ما يفكرون يجربون مثل هذا الشيء، يعني يمكن هذا التقرير مرعب اكثر من ما انه هو. عساها ما توصل لنا يا معودين. عساها ما توصل لنا. وانا شبابنا احنا من طقطبه قال انا قبل الله هديه. مشاهدين وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى ان تكونوا اكيد استمتعتوا واستفدتوا من اخبارنا. اكيد نلقاكم غدا الساعه 9 صباحا مثل كل يوم. شكرا لك نجيب. شكرا لك مها، شكرا لمتابعتكم وشكرا لاسره البرنامج. الى اللقاء. الى اللقاء.